وللتعليق على أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء ينضم إلينا رضا الصيف الحقوقي السوري عبر الهاتف من أنطاكيا. أهلا ومرحبا بك سيد رضا. مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير لكم ولجميع الأخوة المشاهدين. معاناة اللاجئين والنازحين السوريين تلاحقهم في الداخل المحرر والخارجي في لبنان وغيرها من البلدان، كيف ترى جهود المنظمات الإنسانية في رفع معاناة النازحين واللاجئين السوريين بعد 9 سنوات من الثورة؟ كما ذكرتم في تقريركم الحال هو الأسوأ على الإطلاق. مهما ذكرنا حالات وأمثلة يبقى الحال سيء بمنتهى السوء. المنظمات أو الجهات التي تعمل حتى بمجهود شخصي تقدم، لكن الأمر أكبر من عمل منظمي أو منظمتين أو جهود شخصية، كما نفعل نحن في بعض الأحيان من خلال جهودنا الشخصية أو من خلال الأصدقاء أو الأشخاص المقتدرين نوعا ما، لكن هذا الأمر لا يغطي الاحتياجات. ممكن أن يساعد في حل بعض الحالات الفردية، عشرات الحالات ممكن، أما الحال هو بمنتهى السوء كما ذكرتم في لبنان، في مخيمات داخل سوريا، في المخيمات المنسية حتى بإمكاننا أن نسميها كمخيم الركبان، في البادية التنف. الحال مع وباء كورونا، الحال مع قدوم فصل الشتاء دون أي استعدادات لهذا الأمر جدا كان سيء، لدرجة أنني أتكلم مع أحد الأصدقاء منذ أيام أحذره من حالة الوباء بالكورونا وأن يأخذوا الحذر، فقال لي يعني لماذا الحذر؟ إذا كنا نحن يعني هل سنموت؟ نحن بالأساس أموات، نحن لسنا في حياة، لسنا نعيش في حياة، نحن أموات، فلن يؤثر فينا الموت. طيب، بحسب الأمم المتحدة 90% من العائلات السورية في لبنان تعيش تحت خط الفقر أو في فقر مدقع، لماذا كانت لبنان خيارا للاجئين وماذا ترى على أوضاعهم بعد اللجوء إليها؟ الحال في لبنان كان سيء منذ البداية، لكن كان الأمر نوعا ما مقبول. تم اختيار لبنان كوجهة عندما تم تهجير السوريين من مناطق دمشق وريف دمشق وحمص وريف حمص وبعض من أرياف طرطوس واللاذقية، باعتبار أنها البلد المحاذي فورا على الحدود إلى لبنان، وكما تعلم دخلت الناس أو هربت بشكل عشوائي في أوج الحرب بتلك الأيام، ومن استقر نوعا ما، كانت الأمور نوعا ما مقبولة، هناك من يساعد، هناك من يقدم، الأوضاع الاقتصادية كانت في بدايتها، الناس عندما نزحت في ذلك الوقت كان لديها بعض المدخرات مادية أو من ذهب أو بعض الممتلكات تستطيع بيعها والاستفادة من ثمنها. أما بعد 9 سنوات فالحال أصبح سيء عام عن عام، وفي العام الماضي وهذا العام في ظل الظروف الاقتصادية للبنان إضافة للظروف السياسية التي هي الأسوأ، أصبح وضع اللاجئين لبنان أصبح بحاجة، يعني عندما تسأل شخص لبناني يقول لك أنا حلمي أن أهاجر، أن أخرج من هذا البلد. فما بالنا من حال السوريين الذين هم لا مسكن ولا مأوى ولا مال ولا طعام ولا عمل. هذا الأمر تأتيني كثيرا اتصالات أو نعم. بالحديث عن وضع النازحين في الداخل، خصوصا في داخل المحرر في إدلب تحديدا، ما هو وضع النازحين هناك بعد أن واجهوا الكثير من المشاكل نتيجة الأمطار الموسمية التي سبب صداعا مستمرا إلى النازحين؟ هل هنالك أي وجود لأي خطة لمواجهة الأزمة السنوية الموسمية؟ من جهة هناك خطة، لا يوجد أي خطط، فالأمر متروك للقدر، يعني حتى يكون التعبير صحيح. هو الفئة الأكثر تضرر كانت الفئة التي نزحت في العام الماضي خلال أو في بداية هذا العام خلال حملة التهجير التي قام بها النظام، ونزح خلالها ما يقارب 1.5 مليون شخص. هؤلاء الأشخاص تم إيواءهم بشكل عشوائي خلال بقطع أرض هي من التربة الحمراء في أغلب الأحيان، وتم بناء الخيام عليها حتى
يتم إيوائهم بشكل مؤقت أو بشكل إسعافي حتى نقول لحين أن تمر هذه الفترة ويتم ترتيب أمورهم على هذا الحال. لم يتم تحسين الأوضاع وبقوا كما هم في الأماكن التي بنوا لهم الخيام فيها. فعندما يأتي الأمطار وكلنا نعلم التراب الأحمر عندما يأتيه الماء أو يمتص الماء يغرق ويغرق كل شيء فوقه. من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا الصيف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا.